لما اجيب لك صوره زي كده واقول لك ايدنتيفاي الصوره دي، ايه المطلوب منك؟ تروح على طول جايب الصوره اللي انت ايه خدتها، عدت عليك في البيتوتري، شفت صوره زي كده في البيتوتري؟ البيتوتري كان شويه خلايا كده جنب بعض قلنا عليهم بارس كريستاليس، وشويه خطوط حمراء كده ومجموعه من الخلايا لون اسود قلنا عليهم ايه؟ بارس ايه؟ نرفوزا. تمام كده؟ او بارس انترميديا هتلاقي ايه؟ خلايا وايه مش عارف النص والكلام دوت، تمام؟ او سيرود هتلاقي ايه؟ كوره كده مليانه ايه؟ حاجه حمراء قلنا عليها ايه؟ كولويد، تمام كده؟ ماشي. او باراسيرود جروب من السيلز كده كتيره جنب بعض، وانا قلت لك الصور السيلز بتبان على هيئه ايه؟ دوائر او كور زي ما بيقولوا كده ايه جنب بعض، خلاص كده؟ تمام؟ طيب ما عدتش علينا ايه في السيرود ولا الباراسيرود ولا السوبرارين، عدت علينا دي زونا جلوبولوزا تنفع، زونا جلوبولوزا تنفع، زونا ايه فاسيكولاتا تنفع، زونا ايه ريتيكولاريس، تمام؟ تنفع ايه ادرينا المضله؟ ما تنفعش ادرينا المضله. خش ايه على اللي بعدها، تنفع ايريس اوف لانجر هانز؟ ماشي. طيب تنفع تكون ايه في مينز مثلا؟ دي فاجينا، دي سيرفكس، دي اندومتريوم، دي مايومتريوم، خلاص. كل صوره انا بعمل لها لاند مارك علامه، وانا قلت لك اقطع الصوره روح قول لنا عندنا برنامج كده زي ما انت بتقطع الصور كده ايه لعبت الكوره ولعبت الايه المصارعه، اقطع دي الصوره دي وهات ورق من الورق التخين واكتب ايه زي هداش كده ما بيعمل عرض جيد، يروح جايبين ورق ملون كده ايه صغير واكتب عليه ايه علامات الصوره المميزه، ايدنتيفايز ايه بيكشر، اقول له البيكشر الصوره دي عباره عن دواير جنب بعض اهي، والدواير دي مليانه ايه بخلايا من الداخل، شايفين الخلايا من الداخل دي يا شباب؟ كور ومليانه ايه خلايا من الداخل، تطلع ايه بقى الكوره دي والخلايا دي؟ سيمينيفرس تبيولز. لو انا جبت ايه تبيولز دي كده يا شباب، ماشي تبيولز اهي، ورحت ايه قصصها كده ايه بالسكينه، قطعها كده بالسكينه، وجيت بصيت عليهم كده ايه من فوق كده تبان ايه دواير، تمام دواير، ماشي دواير سيمينيفرس تبيولز، سيمينيفرس تبيولز دواير اهي، وداخل الدواير دي سيلز، السيلز دي تطلع ايه يا شباب؟ تطلع ايه يا اخوان؟ يا ابراهيم ويس سيرتوني سيل، تمام كده؟ بس انت ما قلتش جرام السين، الامور بدات ستراتيفايد ابسيليوم ويز ايه سيرتوني ايه سيل. طيب هقول لك منشن ايه التايبس اوف ذيس ايه ابسيليوم، هتقول لي ستراتيفايد ابسيليوم ويز سيرتوني سيل، انيوميريت التايبس اوف ايه ستراتيفايد لاير السبرماتوجينيك ابسيليوم، نقول لك عليه ستراتيفايد ابسيليوم، بقول لك عليه ستراتيفايد لاير، ستراتيفايد لاير انيوميريتد ايه اللايرز اللي فيه عباره عن ايه يا شباب؟ ايوه احمد بعت لك تهنئه انا على الفيسبوك وصلت، طب رد عليا ايه هم الفايف سبرماتوجونيا سبرماتوجينيك ايه بسيليا، ايوه الله ينور عليك، سبرماتوجونيا برايمري سبرماتوسايت ماشي، سكندري سبرماتوسايت ماشي، سبرماتيد سبرماتوزا، تمام كده؟ دول هم ايه اللي بنسميهم السبرماتوجينيك ابسيليوم او الاستراتيفايد ايه لير. طيب ايه الاريا دي؟ هل دي سيمينيفرس سيبيول ولا سيمينيفرس سيبيول؟ ايه الاريا دي؟ اسمها ايه؟ انترستيشن تيشو، فيها ايه الانترستيشن تيشو؟ انت تتوقع ان انت تشوف الاريا دي تشوف فيها ايه؟ ناخد ناصر كده تشوف فيها ناصر. ايوه هايلي فاسكولار لوس كونكتيف تيشو كونتيننج فينسيليت بلاد كابيلاريز، فضى كده مره واحده تمام؟ ماشي زائد ايه السيلز الموجوده هنا؟ خد عارف انترستيشن سيلز اوف ليتش مايويد سيل ماشي تمام، واحنا قلنا المايويد سيلز بتشتغل ايه يا شباب؟ ايوه بتضغط على الكونفلوت تبيول ايه من الخارج. طيب في ماس سيل، في ماكروفاج، في ايه فايبرو ايه بلاست، ماشي كده يا اخوان؟ خلاص السنه اللي قبل اللي فاتت بعد نهايه الانتوكراين ماشي، هم الشباب سالوني قالوا لي يا دكتور
ساعدني. كلنا حتى الجزء ده ايه المهم اللي فيه؟ طب انت عارفين يعني. المهم مع كتر المحاولات قلت لهم طب انا هسألكم. قولوا لي انتوا تتوقعوا تتوقع ايه في الاندوكراين مثلا؟ يجي لك لقيت واحد قال كذا. انت تتوقع ايه مثلا في النيل؟ قال لي كذا. انت تتوقع ايه في النيل؟ قال لي كذا. انت تتوقع ايه في الكلام ده؟ هما الخمسه اللي كانوا معايا او الثمانيه اللي كانوا معايا كل واحد قال شيء كان موجود في الاسبي بالظبط. تمام؟ حتى لدرجه ان انا ايه قلت انا هاري سويد وسائل الامتحان ولا ايه ولا مش عارف. تمام؟ فانت بتوقعك كده وانت بتحضر ماشي والكلام دوت تحس ايه؟ ايه مهم وايه مش مهم وخلع عايزك يعني ايه؟ ارفع عندك روح التوقع في الاختبار. ماشي؟ التوقع من اللي انت سمعته واللي انت حسيته واللي انت فاهمه والكلام الطالب هو بيذاكر كده بيرفع السنس بتاعه ايه؟ بعد بس توقع ايه عادي. يلا نقول الصوره دي كده شوف الصوره راحت نقول تست الصوره نقول بيور ولا لا والتسس ماشي سيمينفرس سيبيولز صحيح ماشي ماشي. طيب يلا الصوره دي يا اخوان تطلع ايه؟ سيمينفرس ايه؟ هي سيمينفرس سيمينفرس سيبيولز بيتوتري تنفع بيتوتري تنفع سيروت تنفع باراسيروت تنفع ايلس اوف لانجرانز تنفع ايه؟ مش عارف ايه فاجينا ينفع سيرفكس ينفع مش عارف ما ينفعش صحيح؟ كل واحده ليها شكل مميز وانا قلت لك قصهم ونساهم في ورقه كبيره الورق اللي احنا كنا بنرسم عليه ده اليوم الوطني ومش عارف نرسم عليه زمان واحنا في ابتدائي وروح ايه لازقهم كده ايه في الحيطه تمام شيل ايه صور لعيبه المصارعه اللي انت ايه حاططهم وحط ايه الصوره دي مكانها ماشي لعيبه المصارعه ماشي وحط دي مكانها كده على السرير او على ايه المكتب بتاعك خلاص ماشي تمام واعرف الفرق ما بينهم واكتب على كل صوره ايه كلام اللي بتقوله او ملاحظاتك الشخصيه او علامه مميزه للصوره دي بحيث انت لما تشوفها في الاختبار ايه تعرفها. قلنا الصوره دي سيمينيفرس سيبيولز طيب حلو ده كل دي يا شباب دي سيمينيفرس سيبيولز زي الصوره اللي فاتت بس انا خدت ايه منظر اكبر خلاص كده. امال ايه الخلايا دي؟ ايه الخلايا دي؟ استراتيفايد ايه الخلايا دي؟ استراتيفايد انفينيا وس ايوه استراتيفايد اكسيليم والسيبتولي سيل. طب ايه هو الاستراتيفايد اكسيليم؟ ايه هو الاستراتيفايد اكسيليم عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا زوس؟ الاستراتيفايد اكسيليم عباره عن ايه؟ سبرماتوجونيت برايمر سبرماتوسايت سكندري سبرماتوسايت سبرماتين وسبرماتوزا. تعال نشاور على السبرماتوجونيت. جونيت اصغر واحد. طب حلو ان تعالى هنا على زوس تعالى. طب حلو ان هو قال لك اصغر واحد. لما واحد يسالك استنى غشش تعالى لما واحد يسالك يقول لك قول لي شاور لي على الاسبرماتو قول لي عشان اعرفها كيف؟ اول شيء على البيسمنت الممبرين اول خليه ناحيه بره خلاص. دور على اي خليه ناحيه بره شاور عليها قلب جنب ايوه يبقى دول سبرماتوجوني خلاص كده. يبقى دول ايه سبرماتوجوني اول خليه على البيزمنت ميمبرين هي السبرماتوجوني صح كده؟ صح تمام. طيب استريح فوق شوف ثاني عايزين نشاور على الايه سبرماتين او السبرماتوزا نعرفه كيف؟ ترجع موجود على السبرماتوزا ايوه تعالى شاور عليها يا انس. يبقى اي خليه ناحيه اليومن يبقى هي السبرماتيد او السبرماتوزا تمام. فين دول؟ ايوه دول السبرماتيد او السبرماتوزا خلاص كده. يبقى انا عندي علامتين انا مشيت عليهم انا اعرف ان السبرماتوجوني اول خليه على البيسمنت ميمبرين اعرف السبرماتيد او السبرماتوجونيا دي ناحيه اليومن اخر شيء ناحيه اليومن. انا قلت لك شكرا امس قلت لك شكرا صح؟ طب عايزني اقول ولا شكرا يا امس ماشي. طيب نربطك السؤال الثالث هقول لك شاور على البرايمري سبرماتوسايت تشوف اكبر خليه. ها رايك انت ايه اخي؟ قول لي اسمك. انا اسف طارق. طيب البرايمري سبرماتوسايت انا قلت لك سبرماتوجونيا
او الخلايا على البيسمنت ميمبرين والسبرماتيد والسبرماتوزا الخلايا اللي هي ناحيه اليوم دول. طيب الاسبرماتيد والسبرماتوزايت اها اعرفها كيف؟ حجم اكبر خليه دور على واحده كبيره اكبر شيء اهي كبيره اهي كبيره ولا مش كبيره؟ كبيره اه جريد كال بتاع المصارعه ماشي. والواد التخين دوت الاسمر ده اسمه ايه اكبر رجل في العالم؟ مارك هيبل ماشي تخينه اهي ماشي تخينه كبيره لارج سيسيل خلاص. طب واعرفها كيف البرايمري سبرماتوسايت؟ اعرفها كيف تاني؟ ها قلنا الكبيره برايمري سبرماتوسايت اعرفها كيف؟ نعم بعد الاسبرماتوجونيا على طول. انا قلت لك دول الاسبرماتوجونيا صح؟ شاور عليهم اخونا الفاضل دكتور ايه عزوز اهو دول الاسبرماتوجونيا صح كده؟ صح. اللي بعدها تبقى برايمري سبرماتوس مش احنا اسبرماتوجونيا برايمري سبرماتوسايت سكندري سبرماتوسايت اسبرماتيد اسبرماتوزا ها مش ده ترتيبهم كده؟ صح. ترتيبهم ولا مش ترتيبهم؟ بتاع ايه عايز تروح؟ روح طب خلاص ماشي ترتيبهم كده صح؟ طيب سبرماتوجونيا على البيسمنت ميمبرين اللي بعدها على طول تبقى ايه؟ برايمري سبرماتوسايت وبعرفها ان هي النكست لير على طول نكست ايه سيل. طيب العلامه الثانيه ان هي ايه؟ اكبر واحده اكبر خليه ايه؟ برايمري سبرماتوسايت. اخويا الفاضل دكتور نايف ان شاء الله ربنا يبارك له بالخير هيقول لنا على السكندري وانا كل ما ابص عليها ابتسم معرفش والله حاجه تفرق يعني ما شاء الله عليك اتفضل. طب لنا على السكندري سبرماتوسايت تعال هنا وانا اعلمك ساعه بس تعال ما شاء الله البص مبتسم كده وبشوش الواد منطلق صبوح يعني كده سكندري سبرماتوسايت قبل ما تشاور عليها اسال نفسك سؤال اعرفها كيف في السكندري سبرماتوسايت بعد البرايمري بعد البرايمري ماشي بس في مشكله ماشي وان هي اصغر خليه موجوده في السبرماتوجينيك سيل يعني هي اصغر من السبرماتوجونيا واصغر من البرايمري سبرماتوسايت واصغر من السبرماتيد واصغر من السبرماتوز لسه في مشكله. ايه هي المشكله؟ ان السكندري سبرماتوسايت شورت ما بشوفهاش مش موجوده يا ليه؟ لان هي بتتكون على طول تروح متحوله على سبرماتيد ماشي؟ هي تتكون تروح متحوله على ايه؟ سبرماتيد زي مثلا ايه؟ استثمر اخونا نايف وهو موجود اروح ايه مثلا شايف ايه دوريه شرطه ايه جايه وانا معايا ايه حته حشيش اروح منتهي نايف اروح ايه رميها على طول ماشي؟ يبقى السكندري سبرماتوسايت ما بتبانش ايه في السكشن مش كده يا نايف؟ يبقى فين السكندري سبرماتوسايت؟ مش موجوده في السما تبانش لان هي وانس ان هي بتتكون بتديني سبرماتيد على طول. انا كاتبها لك في المحاضره بجمله انجليزيه وقلت لك ايه شورت ليف بتعيش ايه فتره ايه قصيره جدا ماشي. يبقى تعلمنا الاشياء الاتيه من المنظر دوت ان السبرماتوجونيا فين يا نايف؟ ايوه الله ينور عليك تمام. والبرايمري سبرماتوسايد البرايمري دي تيجي كبيره لا بتسال هذه على الكبار دول بس كده حلو ماشي حلو كده مشكور اتفضل تعبناك خلاص كده يا شباب. تعلمنا ان السكندري سبرماتوسايد مش موجوده ما بشوفهاش ليه؟ لان هي شورت ليف تمام خليه عمرها ايه قصير بتتكون تروح متحوله على ايه؟ على السبرماتيد على طول. طيب بيحصل فيها البرايمري ميوتيك ديفيجن او الفيرست سيماتيك ديفيجن ولا السكند سيماتيك ديفيجن؟ فيرست ولا السكند يا نايف؟ استنى نايف عنده راي تاني. فيرست سيماتيك ديفيجن ولا السكند؟ فيرست ولا السكند؟ السكند سبرماتوسايت سكند ميوتيك ديفيجن الله ينور عليك. طيب سين سؤال احنا قلنا دول سبرماتين والكلام حتى هو ويتر قال لك دول البرايمري اس واحد تمام دول اس اربعه يعني ايه سبرماتيد وسبرماتوزا ايه من الاخر تمام. طب ايه الخليه الكبيره؟ هذا ايه؟ سيرتولي سيل ماشي. سيرتولي سيل انا قلت لك شكلها كيف؟ بيراميدال تمام. بص كبيره صح؟ حتى دي بيراميدال زي الاهرامات بتاعت القطنس
عشان البيراميدال اهي فيها بيزل نيوكليس. شايفين النيوكليس حقتها فيكم نظر وايه 6 على 6 ايه شوفها فيها بيزل ايه نيوكليس واضحه كده شباب. يبقى دي ايه سيرتولي سيل. سين سؤال ايدنتفايزس ايه سيكشن سيمينيفرس سيبيول او تبيولز ماشي. وباقي الاسئله انتوا عارفينها ايدنتفاي سيل دي سبرماتوجوني ايدنتفاي سيل دي برايمري سبرماتوسايت ماشي. منشن تو هيستولوجيكال فيتشر از سيل لارجست اي سيل نيكست لير اوف سبرماتو اي جونيك اي سيل ديفايدد باي اي ميتوزيس دي راوند اند سيلز راوند اند نيوكليس وهي راوند اند سيلز اهي ماشي وفيها راوند اند ايه نيوكليس واضحه يعني خلاص. السولتولي سيل اهي بيراميدال اي سيلز ويز اي بيزل اوف الاي نيوكليس. امال ايه هي الفانكشنز اوف سيرتولي سيل؟ ايه الفانكشن اوف سيرتولي سيل؟ سيرتولي سيل يلا عشان اقول لكم روك بتاع فاجوسايتوسيس سيرتولي سيل فاجوسايتوسيس فاجوسايتوسيس سعد قول يا سعد بري بيبرتي قبل البلو تفرز ايه قبل البيبرتي يا شباب؟ صعب السنس بريفن بريفن للميوتك ديفيجن قبل البلوغ بتفرز السابستنس اللي تمنع الميوتك ديفيجن عشان ما ايه ما حصلش ايه بريكوشس ايه بيبرتي او بلوغ قبل الايه الاوان ماشي كده؟ طيب بعد الايه بيبرتي تفرز ايه اندوجين بايندينج بروتين اللي هو بيعرض التستوستيرون من خارج السيمينيفرس بيول بيدخلوا داخل السيمينيفرس بيول تفرز انهبين هرمون الانهبين ده بيعمل ايه؟ انهبت ال FSH عشان ما يكونش سبرماتوجينيك اي سيلز تاني تمام. تفرز ايه تاني؟ تستيكولر ايه فلويد. الوظائف بتاعتها مجموعه في قولي او لا يعني ايه فاكرين دي يلا ايدنتيفايز ذيس بيكتشر يا شباب. خدت انت تقريبا صوره في بيتر بلان كان باين فيها الكورتيكوتروفتي كبيره صحيح؟ قلت لك دي باينه ايه الكورتيكوتروفتي كبيره. خدنا السيرويد فوليكل ها ماشي خدنا السيرويد فوليكل صوره اي ام ابيض واسود وخدنا ايه سترويد ايه سيكريتنج سيلز صحيح كده. شوف انا فاكرهم ايه وانا في الصوره دي ايه هي الصوره دي بس دي سيمينيفرس بيولز ماشي. دي سيمينيفرس بيول الابيض واسود اي ام يعني اي ام بيكشر ابيض واسود يعني اي ام بيكشر تبين الخلايا ومحتويات الخلايا ايه من الداخل. لو انا قلت الواحد شاولي على البرايمري سبرماتوسايت خالد فين البرايمري سبرماتوسايت؟ خلي يركب اللي هي دي مش بشاور عليه يبقى دي البرايمري سبرماتوسايت. برايمري سبرماتوسايت متأكد؟ ما فين السبرماتوجونيا؟ كيف عرفت ان دي برايمري سبرماتوسايت ودي سبرماتوجونيا؟ سبرماتوجونيا ايه؟ سبرماتوجونيا اللي انا هتشوفها على البيزنت الله ينور عليك. والبرايمري سبرماتوسايت كلام مش لخالد الجميع عارفينها؟ مهما صورة أبيض وأسود أبيض وأحمر أسود وأبيض المعلومة ثابتة إلا على البيسمنت ممبرين سبرايمري سبرماتوجونيا واللي بعدها الكبيرة برايمري سبرماتوسايت خلاص كده. مشكور يا أخ خالد اتفضل. وأقول لك بدل ما نطلع حد تاني وتفكير برا ده يعني شاور لنا على السيرتولي سيل سكت شوية. أيوه أيوه دي كده من أول هنا الإيه سيرتولي سيل ايه من اول هنا كده اهو تمام الى هنا ماشي. دي النيوكليس حقتها
ماشي. يبقى السيرتوني سيل شايفينها يا شباب شاور عليها ايه كده ايه بالماوس؟ مالكم انتوا تعبتوا خالص ولا ايه ولا نمتوا ولا ايه؟ بص من اول هنا ايه تمام الى ايه فوق خالص ماشي. دي اللي انتوا شايفينها دي من داخل دي نيوكلس. نيوكلس انا قلت لك بيزل اوفر تريكولر ايه نيوكلس وانا ايه بيزل اوفر صح كده؟ صح. ها شايفينها يا شباب؟ واضحه مشهوره يا شباب. طيب ده ايه بقى؟ لو قلنا على الصوره اللي فاتت دي مهمه قلنا عليها مهمه ولا ما قلناش؟ ما قلناش ان هي مهمه. طب الصوره دي يا شباب ده سيكتوري سيكتوري مش كله شويه كده وشويه كده يلا فايز سبيكشن Identify this picture يا شباب. بص خلي بالك خلي بالك علشان لا تقع في خطر. خلي بالك انا والله بقول لك انا بحترم عقليتك بحترم ان انت راجل كبير وذو عقل وراجل مفكر. لما اقول لك Identify the above section يعني انا مثلا انا جبت دي في الاكسل خلاص وقلت لك ايدنتيفاي ذا باف سيكشن ماشي هتقول لي ايه؟ اقول لك ايدنتيفاي ذا باف سيكشن هو السيكشن دوت فيه نتج ايه سيل بس فيه نتج ايه سيل بس بس فقط ولا فيه ايه تاني؟ بيس بريفرنس بيقول انا قلت لك ايدنتيفاي الاريا دي كلها قول لي الاريا دي كلها الاباف سيكشن دوت فيه ايه؟ هتقول لي ده فيه سيمينيفرس بيوتس ماشي وانترستيشيال ايه تيشيو انكلودنج ايه؟ ها؟ انترستيشيال سيس اوف ليتش تمام كده؟ او واحد فيكم تاني يكتب ايه تيستس بعد كده يساوي او بين قوسين سيمينيفرس بيول زائد انترستيشيال ايه سيس اوف ليتش او انترستيشيال تيشيو انكلود انترستيشيال سيس اوف ليتش خلاص تاني ايدنتيفاي ذيس سيكشن هتقول لي ايه؟ السكشن دوت باين فيه سيمينيفرس بيول اهو سيمينيفرس بيول اهو سيمينيفرس بيول اهو سيمينيفرس بيول اهو صحيح؟ ماشي كل سيمينيفرس بيول فيه السبرماتوجينيك سيلز اللي احنا ايه قلنا عليهم تمام كده؟ ماشي واضح؟ طيب في انترستيشن ايه تيشو يبقى ما اقولش عليه انترستيشن سيلز اوف ليتش بس لان في حاجات ثانيه معاه ايه هي الاشياء الثانيه؟ في انترستيشن سيلز اوف ليتش وانترستيشن تيشو وسيمينيفرس بيول ايه الاسم اللي يجمع كل الاشياء دي مع بعض؟ اقول له ديسيس انكلودنج سيمينيفرس بيوتس زائد انترستيشيال ايه؟ تيشو زائد انترستيشيال سيس اوف ليتش يعني ايدنتيفاي سيس ايه بيكشر بيكشر دي اقول له ايدنتيفاي ما اكتبش كلام ويتر ماشي اروح كاتب ايه؟ تيسيس انكلودنج سيمينيفرس بيوتس انترستيشيال ايه تيشو انكلودنج انترستيشيال ايه سيلز اوف ايه ليتش خلاص كده هروح انا مثلا تمام راح حاطط لك ايه سهم كده اهو مثلا يعني واقول لك ايدنتيفاي سيس ايه سيل هتقول لي ايه هتقول لي اسمها ايه اسمها ايه سمعوني انترستيشيال سيل اوف ليتش لا حول ولا قوه الا بالله الناس زمان كانت بتحارب بالسيف تفضل المعركة مثلا ايه اليوم كله ويكملوا بالليل طول اليوم ماسك السيف مش وانتوا كلمتين بتتعبوا منهم سبحان الله ماشي قاعد مش شايف شغال اسمها ايه الخلية دي؟ اسمها ايه؟ هقول لك منشن الهيستولوجيكال فيتشر للخلية دي تمام بص عليا انا هقولهم لك موجودة في الانترستيشيال تيشو دي لارج بوليهيدرال اي سيلز لارج بوليهيدرال اي سيلز تمام كده فيها سنترال راوند ان دي اي نيوكلس ماشي ديسترويد سيكريتنج سيلز فيتشر فيها سوس اندوبلازم ريتيكولا مايتوكوندريا وليبتروبي الخليه دي اسيد وفيلم انكلودنج رينكس جرانيولز اند لايبوفوكسين جرانيولز او لايبو ايه لايبوفوكسين اي جرانيولز ماشي طيب الخلية دي under effect of LH هرمون ها؟ يعني الفانكشنز حكيتها سكرين ايه؟ تستوستيرون
تمام. Identify this mixture. هقول له تيستس انكلودنج سيمينيفراس تبيولز انترستيشيال تيشو انترستيشيال تيشو انكلودنج انترستيشيال سيلز اوف ليدج الهيستولوجيكال فيتشر الانترستيشيال اي سيلز اوف ليدج بوليهيدرال سيلز سنترال اراوند ذا نيوكليس كاستروين اي فيتشر اوف سيلز سيكريتنج ذا سموز اندوبلازميك لامين كوتيريال ميكروبي الاريا سيموفيلك في اريكس جرانيوز عند لايب فوكس ان ايه جرانيوز عند الافكت اوف ال اتش يعني بيطلع هرمون اسمه ايه ده اللي فاتت دي ابيديمس ولا ده دي ابيديمس خلاص ابيديمس الكلام دي مهمه السنة اللي فاتت دي جت في الاختبار العام يعني السنة اللي فاتت دي جت في الاختبار في الوسط ايه هي دي عنا بتشوف خطوط ودوائر دوائر الكور نقول عليها سيلز الخطوط اما مصل اما فايبر فيها دوائر فيها سيلز فيها سيلز زي كده زي البيتري فيها سيلز زي مثلا السيمنفر السيبيول اللي احنا شفناه من شويه طب هقول لك على شيء انا ما قلتهولكش قبل كده معلومه جت ايه جت في بالي يعني وانا في لا اولى ولا ثانيه لحد دلوقتي انا ما قلتلكش المعلومه دي ما قلتهاش يعني بص التبيول يعني القلم دوت فيه تجويف في الداخل صحيح؟ فيه تجويف في الداخل صحيح؟ فده بنقول لك عليه تبيول اي تيوبولر ستراكشر يبان شيء اسمه ايه في تجويف من الداخل بقول لك ايه اليومن في اي ستراكشر اشوف ليه اليومن اقول لك ده تيوب ده عباره عن ايه تيوب ابدا احلل ايه الموجود في الوول حاجه الاستراكشر الموجوده في الوول من خلالها تعرف التيوب ده اورطه ده بلاد فيزز ده تراكيه ده سمول انتستين ده لارج انتستين الحاجات اللي هي زي التيوب في جسمنا تمام ها فاس ديفرنس صحيح وبتلمس ماشي يطلع ايه سبول انتستين بص اللاير دي بص كل اللاير دي ماسل اما اللونجيتودينال ميدل سيركولار او ده اللونجيتودينال ايه سموز ماسل كل من اول هنا الى هنا سموز ماسل ماشي من اكبر الاعضاء الموجوده اللي في الجسم المليانه سموز ماسل الفاز ديفرنس خلاص لان احنا قلنا الماسكولوزا حاجه فيها ايه ثلاثه لاير من السموز ماسل هنا لونجيتودينال اوت لونجيتودينال ميدل ايه سيركولر خلاص كده ودي الميكوزا الميكوزا ايه الابسيليوم حاجه الميكوزا فيها ايه في الايه الصفر صفر كلها نفسيه الابسيليوم زي مين زي ايه زي الابسيليوم سيبنا على صدر واحد زي الباس سمع لنا القانون كده بتاع اللي يضرب واحد هنا يحصل له ايه طيب المكان الوحيد اللي ما فيهوش اي سيليا اللي هو الاجاكولاتوري داكت سيلو ستراتيفايد كولامينر ويز نو سيليا ها نو ماسل اجاكولاتوري داكت يقول انت بتسجله بس مش مشكله اجاكولاتوري داكت نو سيليا نو ماسل خلاص كده ها اجاكولاتوري داكت ما فيهاش ايه سيليا ما فيهاش ايه ماسل تمام كده ماشي ايجاكولاتوري داكت تايب اوف ابسيليوم سيدو ستراتيفايد كولامينر ابسيليوم وتقف خلاص نو سيليا نو ماسل ماشي اما الفاز ديفرنس سيدو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ابسيليوم ويز ستيرو سيليا والابديتم سيدو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ابسيليوم ويز ستيرو سيليا خلاص كده يا شباب طيب ايدنتيفاي ذيس بيكتشر ذا فاز ديفرنس الاستراكشر حاجته في الميكوزا الميكوزا دي فيها سيدو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ابسيليوم خلاص كده تحتها إلاستيك فايبر بعد كده ماسكولوزا ماسكولوزا سري لير إيبا اللونجتودينال ميدل سيركولار أو اللونجتودينال بعد كده طبقة من الأدفنتيشيا من إيه الإلاستيك إيه إلاستيك فايبر تقريبا دي آخر صورة كده إيه خلصنا أعطونا الغياب بس الله أرضى عليكم لو الغياب كده عشان كانت الناس اللي هي ما كانش إيه ناخدها غياب إيه دي إيه؟
ايه الاستراكشر دوت يا شباب؟ بندل موجود، ناصر كسري موجود، ايوه عمر موجود، غالب موجود، وائل نايم، عبد السلام نايم، عبد السلام نايم، احمد موجود.